عزيزي الرئيس، أنا حابي أقول لك إنك طلعت دي. يو، السلام عليكم ورحمة الله، رجعت عليكم تاني معاذ عثمان. داقي جلس وطولنا ما تكلمنا عن حال البلد، مشكلة طولنا شويتين يعني. وفي الفترة دي صلحنا علاقاتنا مع أمريكا، زيارة الشيخ موزة، بقوا في مستثمرين خارجيين، وأهم حاجة أهم حاجة إنه غيروا لنا المواقف تاني. رأيك شنو في نقل الموقف من جاكسون لكركر؟ والله يا ما مفيد، ما مفيد. بلد دنيا فيها من زمن الإنجليز، والعمل ده كله غرض بدون دراسة. إن شاء الله كلامي ده يصل عمر البشير. إن شاء الله يصل. إحنا عايزين الرجل المتواضع كما فعل الرسول، كان بيرقد في الحصير. هسه أنا قداري قابل عمر بقابله. ما تخافوا، ما تخافوا. لا لا ما خايفين، نحن خلينا خلينا في والله يا عمي، كونه انه يسمحوا لك تقابل البشير ولا لا دي ما متاكد منها، لكن بيتهم انا عارفه كويس، كافوري جنب المسجد، اقصد المول، اقصد المسجد. طيب انا ما متاكد هو مول ولا مسجد، لكن متاكد انه من فوق تجار الدين، اقصد تجار الدين وات، من فوق يصير انه مسجد لعباده الله، ومن تحت فيه صلصه زيت كاتشب. وعلى سيرة الصلصة والكاتشب، مبروك إعادة افتتاح مصنع كريمة لتعليب الفواكه والخضروات. وركزوا كويس في نقطة، أنا قلت إعادة افتتاح، ما افتتاح ولا عمل مصنع جديد. فالمصنع ده كان موجود من زمن الرئيس عبود، يعني ما حاجة جديدة. وخرب وجه، أقصد خرب براو، وقف براو كده زي مشروع الجزيرة، ما خرب براو، ما فايزه الخربه. وحاليا رجعت مصنع كريمة دي ذاتها ما رجعت بمجهودات الحكومة وإنجازات البشير، رجع باستثمارات خارجية يعني برضو ما عملوا حاجة. طبعا احنا بنرحب بمختلف الاستثمارات الخليجية في السودان، سواء كانت استثمارات في قطاع الثروة الحيوانية، في المباني، في انتاج القمح، او حتى في انتاج الشطول المريضة. وات؟ يب، في شركة من الشركات المستثمرة في السودان حاليا استوردت كمية كبيرة جدا من شطول النخيل المريضة، واضطرت في النهاية وزارة الزراعة انها تبيدها. واهم حاجة ان وزير الزراعة بيقول انه الشركة دي ما شركة خليجية، السودان يملك فيها 40%. 40% الحكومة السودانية، 60% شركة جنان الاماراتية، لذلك امطار ايضا شركتكم انتم. امبارح لما اتحرقت الشتول، اي واحد فيكم، كلكم الشعب السوداني خسران 15 مليار، ال 40% حقتكم دي 15 مليار فقدتوها. اوكي يا سيادة الوزير، نحن عرفنا اننا شركاء في الخسائر، 200 حتشاركونا في الارباح ولا؟ الارباح دي بس طوالي. احنا كسودانيين معروفين باكرام الضيف، فالصالون عندنا من اجمل الغرف في البيت، وعندنا دولاب كامل مخصص لعدة المناسبات والضيوف. ده غير انه في الولايات لو عرفوا انكم جاكم ضيف في البيت، اي زول بيجيكم بصينة الغداء. حكومتنا الكريمة متخذة نفس الموقف مع المستثمرين الخارجيين، الناس اللي بيجوا من برا بيظبطوا لهم امورهم، بيعملوا لهم تسهيلات كثيرة، وبيطبحوا لهم عديل، ونحن ناس البيت نتغدى عدس يعني. فالمستثمر اللي بيجي من برا عنده تسهيلات كثيرة في المعاملات الحكومية، في انه يستورد حاجات من غير ضرائب او جمارك، اليات، عربات. بس المستثمر السوداني لانه بس عنده جواز سوداني ما بيلقى اي من التسهيلات دي. لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء. يعني الحكومة انتوا تريحوا الناس جايينكم من برا، ونحن نطلع زيتنا في بيتنا. يعني لو عندك حاجة في البيت ما بتضطر انك تجيبها من برا. وبالمثل، مفروض المستثمرين لما يجوا يستثمروا في البلد يعملوا مشاريع، لو محتاجين مهندسين، عمالة، او اي زول يشتغل لهم في المشروع، ما دام انه في قوة عاملة سودانية ومهندسين سودانيين، ما في داعي انهم يجيبوا اي زول من برا. طيب ليه استثمارات زي المشاريع الزراعية انا مشيت بها بنفسي، مهندس سوداني واحد شغال فيها ما في؟ ليه؟ أنا اللي بفهمه إنه حكومة أي بلد مهمتها الأولى هي إنها تريح المواطن، حتى لو جاي مستثمر من برا، استثمر في حاجة تكون تنفع المواطن وتنفع البلد. وأنا أبداً ما ضد الاستثمار، بالعكس أنا بشجع الاستثمار، لكن كمان يا حكومتنا أنتم ما تريحوا الناس الجايين من برا ونحن تطلعوا دي. دين العزيز بيقول خيركم خيركم لأهلي، يعني أنتم لو فيكم خير يا حكومتنا مفروض يكون الخير ده لينا، أو على الأقل يكون في تعامل بالمساواة زي ما المستثمر الأجنبي، أنتم بتسهلوا له الاستيراد وبتسهلوا له الضرائب والمعاملات، المستثمر السوداني برضو مفروض تسهلوا له الاستيراد وتفرضوا عليه برضو أنه مشروعه واستثماره ده يكون في خدمة البلد والمواطن،
ما في خدمتكم انتو يعني، اوكي؟ وبرضو عشان ما تقولوا انا ظالم الحكومة، سألت الناس في تويتر هل في تحسن في الاوضاع ولا لا؟ 9% قالوا في تحسن، 73% قالوا ما في اي تحسن، و 18% قالوا الوضع بقى اسوأ. انا ما جايب حاجة من عندي. وبرضو عشان ما تقولوا انا مغترب وما جايب خبر البلد، نحن ننتقل لمراسلنا الخارجي الواسق. الو الو يا الواسق. اي الو، هل تسمعوني؟ سام معاي. اي السلام عليكم يا اخواننا. اي احنا هنا يعني في الدكان دايرين نشوف يعني اسعار الحاجات والانخفاض يعني قبال رمضان كده، بس يعني في الدكان تعالوا اوريهم يعني. لا عليك الله، كيلو السكر بكم؟ بثلاثة يا اخواننا، بثلاثة كيلو السكر يعني الحمد لله بسيط ورخى الحمد لله. يا اخواننا الفول، كمشة الفول اللي كانت بثلاثة وباربعة جنيه بقت ب 500 جنيه الحمد لله، حديدة بس يعني والله ما شاء الله خيرا دافق. يا اخواننا العيش الرغيف أربع عيشات بقت بجنيه واحد بس، يعني والله خير لما مدفق. البارد يا اخواننا القزازة اللي كان بثلاثة جنيه بقت بجنيه واحد بس، جنيه واحد بس. ما بجنيه، تعال. وزي ما سمعنا من مراسلنا الواثق انه الاسعار 100 والاسعار بدت تنخفض والدولار بقى ب 2 جنيه، يعني حكومه شغاله شغل زي الفل. بس انتوا رايكم شنو؟ هل في تحسن في اوضاع السودان؟ هل اوضاع ماشيه للأسوأ؟ اكتبوا لي رايكم ده تحت في التعليقات. ونقول شكرا لقناه سكتش اللي ورونا الحاصل في البلد شنو. عندهم فيلم بعنوان الحلم السوداني، ممكن تحضروه من هنا او بتلقوا رابطه تحت في وصف الفيديو. في النهايه بقول لكم شكرا لكم للمتابعه. انتظرونا الخميس الجاي. علي الامين، محمد السيد، الهند، هيدرباد، دق جرس.